بعد توقف دام 34 يوماً لمشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية، تعود عجلة الدوري المصري للدوران مرة أخرى مساء اليوم الأربعاء. يشهد اليوم إقامة مباراتين ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري، حيث يلعب كل من إمبي مع المقاصة وطلائع الجيش مع الجونة، وتقام غداً الخميس مباراتان، حيث يلعب البنك الأهلي مع السموحة والإسماعيلي مع فيوتشر. مباريات الجولة الحالية لن تشهد مشاركة الأهلي والزمالك بسبب انشغال الأول بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، فيما يغيب الثاني لخوض مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا السبت المقبل أمام بيترو أتلتيكو الإنغولي. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على الزمالك الذي خاض 8 مباريات. وشهد الدوري المصري قبل توقفه العديد من المواجهات الرائعة في ظل حرص الأندية على تقديم أفضل ما لديها نظراً لصعوبة وسخونة المنافسة هذا الموسم. فهل تستمر الأندية على نفس المنوال؟ أم تؤثر فترة التوقف على الأداء؟